محمد الفكي يرهن استقرار السودان بالتوافق على استعادة أموال السودانيين. إبادة أكثر من 100 طن سلعا فاسدة بولاية الجزيرة. ولي العهد السعودي يعلن ضم الدرعية إلى كبرى مشاريع صندوق الاستثمارات. المشاهدين الأفاضل عبر قناة السودانية 24 ومستمعو إذاعة السودانية 24 على الموجة 93.6 FM، أرحب بكم في الحدث الاقتصادي ونقدم من خلاله أخبارا اقتصادية اتحادية وولائية بجانب أبرز الأخبار الاقتصادية الإقليمية والعالمية، فمرحبا بكم. قال عضو لجنة إزالة التمكين المجمدة محمد الفكي سليمان إن اللجنة لم تكن فعلا سياسيا كما روج عناصر النظام السابق، وأكد خلال مخاطبته فاتحة أعمال السودان واسترداد كل ما تعرض للنهب من الدولة صالح الحزب الواحد. وقال السودان لن يستقر ما لم يتم التوافق على استعادة أموال السودانيين. وشكى الفكي من شح الموارد التي كانت تعاني منها اللجنة، وهي بمثابة تحدي لتفكيك نظام عمل وسط مؤسسات الدولة السودانية خلال 30 عاما، وأشار إلى أن عملية التفكيك قد استهدفت المؤسسات ذات الخصوصية التي تغول عليها النظام السابق على حساب احتياجات ومتطلبات المواطن السوداني. نحن الآن في هذه الغاعة لنبدأ من الصفر، ولكن نتحدث بصراحة وبصدق لنبدأ أكثر قوة ومتانة ونصلح كل ما أخفقنا فيه. الآن اليوم ومن خلال الأوراق المتعددة بوجهات النظر المتعددة نتكلم أكثر عن الإخفاقات، عن الغصور، عن مواطن الضعف، عن الفرص الضائعة، وعن كيف كان يمكن أن تكون اللجنة أفضل. قالت وزارة الري والموارد المائية أنها عدت دراسات فنية لمعالجة مشكلات مياه بور السودان. وأكد وزير الري المكلف ضوء البيت منصور خلال اجتماع مع والي البحر الأحمر أن وزارته رفعت الدراسات للجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء، وأكد أهمية تأهيل الشبكة الداخلية للمدينة كأولوية قصوى، كما شدد على أهمية تأهيل الآبار والخطوط الناقلة للمياه من خور أربعات وإنشاء محطات تحلية جديدة، ودعا في الوقت ذاته إلى إحكام التنسيق بين الجهات ذات الصلة للشروع في الحل الجذري بتوصيل المياه من النيل. من جهته أعلن والي ولاية البحر الأحمر عن الشروع في الحل الجذري قريبا، مشيرا إلى إبداء جهات عديدة رغبتها في تمويل المشروع. قال إن شركة جياد والمنظومة الدفاعية تعهدتا بالتعاون والالتزام الكامل إلى جانب التعاون التام الذي ظلت تبديه وزارة الري، وكشف عن اجتماع مرتقب قريبا للجهات المعنية التي تعمل لحل مشكلة مياه بور السودان للتوقيع على مذكرة تفاهم. أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي دكتور جبريل إبراهيم اعتماد وزارة المالية بصورة أساسية على الموارد الحقيقية والتي يتحصل عليها ديوان الضرائب. ودعا وزير المالية والتخطيط الاقتصادي دكتور جبريل إبراهيم خلال مخاطبته ورشة تنمية وتطوير قطاع المعلومات والتي نظمها ديوان الضرائب الجهات الإيرادية بأهمية التعاون الكامل فيما بينها وتبادل المعلومات للقضاء على التهرب الضريبي، وجدد التزام وزارته بتوفير الموارد اللازمة للمساعدة في التحول الرقمي. وطالب جبريل الجهات الإيرادية بأهمية التعاون الكامل فيما بينها وتبادل المعلومات بحيث تكون متاحة عبر القنوات المختلفة للقضاء على التهرب الضريبي. بدأت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أحلام مدني مهدي السبيل اليوم زيارة إلى ولاية النيل الأبيض، ناقشت خلالها مع حكومة الولاية المشكلات التي تواجه الاستثمار بالولاية، كما وقفت خلالها على مقترحات المناطق الحرة في مدينتي كوستي والجبلين والتي سيتم تشييدهما في غضون الأيام المقبلة. واستعرضت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي خلال الاجتماع السياسات الجديدة وقانون الاستثمار والتي تم مناقشتها بصورة تفصيلية، والوصول مع حكومة الولاية لرؤية موحدة لقضايا الاستثمار بالنيل الأبيض. قال الأمين العام لجهاز شؤون
تنظيم شؤون السودانيين بالخارج مكين حامي التراب إن العام الحالي سيشهد توسعا في توفير خدمة التأمين الصحي للمغتربين والمهاجرين السودانيين لتمتد إلى ولايات السودان. كشف خلال حفل التكريم الذي نظمه الصندوق الوطني لدعم العودة لتكريم منسوبي الصندوق القومي للتأمين الصحي عن استخراج الصندوق الوطني لدعم العودة لأكثر من 14,000 بطاقة تأمين صحي للعائدين وأسرهم، مشيدا بدور المنظمة الدولية للهجرة في تحمل كلفة 3,000 بطاقة للتأمين الصحي للعائدين. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تشهد تكوين مجالس استشارية متخصصة للمغتربين حسب التخصصات إلى جانب تقديم خدمات الضمان الاجتماعي، وشدد على ضرورة اعتماد آليات تنفيذية على مستوى الاستثمار والتأمين الصحي للإسكان لاستعادة الثقة ما بين الدولة والمهاجرين السودانيين. استقر سعر الدولار خلال التعاملات لدى البنوك التجارية، وفي السوق الموازية بلغ سعر الدولار لدى السوق الموازية 583 جنيها، وحافظ سعر الدولار على مستواه في أبرز بنوك السودان ب 579 جنيها للشراء و 583 جنيها للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي لدى السوق الموازية مستوى 155 جنيها، فيما بلغ الجنيه المصري 20 جنيها. قال الناطق باسم لجنة المعلمين السودانيين سامي الباقر إن إضراب المعلمين ليس له علاقة بالسياسة بل للمعلمين مطالب حالة تحققت اليوم سوف يرفعون الإضراب فورا. وأضاف سامي الباقر في حديث لموقع شانتون بريس أنهم معلمون وليس حركات مسلحة حتى يتقاضون مع الحكومة على زيادات أو أرقام مالية، بل لديهم مطالبات مستحقة. وأوضح أن وزارة المالية قالت المعلمين حلولكم ليست عندي وليست هناك زيادات واذهبوا إلى مجلس السيادة. وأضاف مجلس السيادة الآن يستمع فليرينا حله. وقطع الباقر بعدم رفع الإضراب حال تحقيق مطالب المعلمين. الحدث الاقتصادي متواصل معكم، وعقب الفاصل ننتقل إلى طائفة من أخبار الاقتصادية الولائية. مرحبا بكم في الأخبار الاقتصادية الولائية. أصدر وزير التخطيط العمراني المكلف بولاية الجزيرة فضل المولى أبو سالف البشير قرارا بعدم تخصيص قطع أراضي سكنية خارج الخطة الإسكانية منعا لإزدواجية المنح. وحدد القرار عدم تخصيص أي قطعة سكنية خارج الخطة الإسكانية وعدم معالجة أو اقتراح أي موقع للمعالجة دون إذن الوزير. ونص القرار بوقف استخراج أي عقودات في مثل هذه الحالات إلا بعد توصية السيد مدير عام مصلحة الأراضي وموافقة الوزير عليها. أبادت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس فرع ولاية الجزيرة الاثنين 105 أطنان من البضائع منتهية الصلاحية بأحكام قضائية. وأعلن مدير المواصفات والمقاييس بالولاية المهندس عادل محمد أحمد الطاهر أن الإبادة شملت 53 طنا من بذرة عباد الشمس غير مطابقة للمواصفات بقرار من المحكمة، و35 طن عصائر وكيك منتهية الصلاحية، و7 أطنان من الحلويات والخميرة، إضافة ل10 أطنان من السلع المختلفة وخمور مستوردة. ودعا مدير المواصفات الشركات وأصحاب الأعمال للمبادرة بالتبليغ عن المواد منتهية الصلاحية لحماية المستهلك. قال إن خطة الهيئة للعام 2023 تستهدف تكوين لجنة شؤون المستهلكين لتغطية التداخلات مع الجهات ذات الصلة في الصحة والحجر الصحي والصيدلة والسموم والنيابة والشرطة، مؤكدا استمرار وزيادة حملات الإبادة في العام الحالي. شرعت السلطات بولاية الخرطوم في عمليات الإعداد للدورة الأربعين لمعرض الخرطوم الدولي. وشدد اجتماع الأمين العام لحكومة الولاية مع أعضاء اللجنة وممثلين لكل الوحدات الإدارية بالولاية على ضرورة توسيع مشاركة الولاية في المعرض، خاصة وأن الولاية تستضيف أغلب النشاط الاقتصادي والتجاري والصناعي وبها حجم إنتاج مقدر في الزراعة والثروة الحيوانية، مضيفا أن هذه الميزة تعطي الولاية فرصة كبيرة للظهور بصورة مشرفة تجد الإقبال من الجمهور الداخلي والمشاركين من خارج البلاد. ووجه الاجتماع كل وحدات الولاية برفع المقترحات المتعلقة بمشاركتها في المعرض.
قالت حكومة إقليم النيل الأزرق إن شركتي أصلان وترافيك انخرطتا في مجالات الاستثمار في تطوير الإنتاج الزراعي والحيواني للإنشاءات الهندسية والخدمات. وناقش اجتماع مشترك بين حاكم الإقليم الفريق أحمد العمدة بادي مع الوفد المشترك للشركتين مقترحات المشروعات الاستثمارية والخدمية بالإقليم في قطاعات الزراعة والمنشآت السكنية. وأوضح مفوض العون الإنساني بالإنابة أحمد مطر أن الوفد قدم تنويرا متكاملا حول المشروعات الاستثمارية المقترحة ومشروعاتها المصاحبة، في مقدمتها المدارس والمستشفيات التي تعمل بالطاقة الشمسية، إلى جانب مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني ومصانع لإنتاج اللحوم والألبان. وأكد التزام المفوضية بتوفير الظروف الملائمة لإنجاح مشروعات الشركتين بالإقليم. أكد مدير عام وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بشمال كردفان عبد الله عبد الرحمن محمد خير مضي وزارته في استكمال التنسيق مع السلطات الاتحادية لتوفير مقومات استئناف العمل بمحطة حمرة الشيخ الجمركية، وأشار إلى أهمية المحطة في إنعاش حركة تجارة الحدود مع دولة ليبيا. وفي السياق أوضح أن العمل سيتواصل في استكمال تشييد وتحديث أسواق المحاصيل والمواشي وربطها بالبورصة الإلكترونية بالولاية لتطوير تسويق المحاصيل، بجانب توفير المخازن والتخزين المبرد لحفظ اللحوم والخضر والفاكهة، والاهتمام بتهيئة وتنظيم وبناء القدرات للمجتمعات بمناطق حزام الصمغ العربي للإسهام في إعادة تعميره لضمان زيادة الإنتاج ورفع قيمته المضافة. نفذت محلية الدندر بولاية سنار حملة كبرى لإعادة تنظيم ونظافة سوق الدندر. وأوضح المدير التنفيذي للمحلية الباقر علي بخيت أن الحملة هدفت إلى تنظيم سوق مدينة الدندر الكبير بغرض فتح الشوارع لتسهيل حركة الشراء والبيع، بجانب محاربة جميع المخالفات والظواهر السالبة. وأكد استمرارية الحملة بنحو يومي لإعادة تنظيم السوق. التزمت حكومة ولاية النيل الأبيض بدعم اللجنة الفنية لبرنامج الموارد الطبيعية المستدامة وسبل العيش. وأكد المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بالولاية استعداد وزارته لدعم البرنامج بالكوادر، وأشار إلى أن الولاية أكثر حاجة لمثل هذه البرامج خاصة بعد الآثار السالبة الناتجة عن التغيرات المناخية. وتتضمن خطط البرنامج تدريب وتحريك المجتمعات وتكملة مراكز فض النزاعات وتنشيط عمل الشبكات وترسيم المسارات والمخارف وفتح خطوط النار، بالإضافة إلى تقديم الخدمات البيطرية عبر المسارات والمخارف وتنشيط جمعيات الإدخار والتسليف. الحدث الاقتصادي متواصل معكم، وعقب الفاصل ننتقل إلى طائفة من الأخبار الاقتصادية الإقليمية. مرحبا بكم في الأخبار الاقتصادية الإقليمية. أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ضم مشروع الدرعية كخامس المشاريع الكبرى المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، ليصبح واحدة من المشاريع الفريدة من نوعها على مستوى العالم بما يزخر به من مقومات ومعالم ثقافية وتراثية وسياحية. وتضم محفظة المشاريع الكبرى التابعة لصندوق الاستثمارات العامة مشاريع نيوم والبحر الأحمر وروشن والدرعية. وسيسهم مشروع الدرعية في تمكين العديد من القطاعات المحلية الاستراتيجية، إضافة إلى استحداث الفرص للشراكة مع القطاع الخاص وإطلاق مجموعة من الفرص الاستثمارية الجديدة في المشروع عبر مختلف مراحل التطوير والتنفيذ، ومنها البناء والتشييد وتشغيل وإدارة الفنادق والوحدات السكنية ومراكز التسوق والترفيه والمرافق الثقافية. حققت الموانئ السعودية ارتفاعا في إجمالي كميات الطنيات المناولة للسنوية السائبة الصلبة والسائلة والبضائع العامة خلال عام 2022 بنسبة 13%، لتصل إلى 237 مليون طن مقارنة ب 210 ملايين طن في عام 2021. سجلت الموانئ السعودية خلال عام 2022 ارتفاعا في أعداد الحاويات المناولة السنوية بنسبة 3.2% لتصل إلى 10,355,000 حاوية، مقارنة ب 10,535,000 حاوية في عام 2021. وبلغ إجمالي الحاويات الصادرة والواردة 4,839,000 حاوية بزيادة 5% عن عام 2021،
الذي سجل 4,628,000 حاوية. سجلت حاويات المسافنة 5,516,000 حاوية بزيادة 2% مقارنة بالعام 2021 الذي حقق 5,406,000 حاوية. عاود الجنيه المصري تراجعه في الأسواق اليوم الاثنين، حيث زاد سعر الدولار في البنوك العامة والخاصة نحو 30 قرشا عن السعر المسجل نهاية التعاملات الخميس الماضي، وبلغ الدولار نحو 27.45 جنيها في البنوك الحكومية، ووصل في بعض البنوك إلى 27.65 جنيها للدولار حتى 1:30 الظهر اليوم بالتوقيت المحلي، 11:30 بتوقيت غرينتش حيث استقر. ولم تفلح شهادات الادخار التي طرحها بنكاء الأهلي ومصر بتعليمات من البنك المركزي بفائدة غير مسبوقة بلغت 25% في وقف تهافت المصريين على شراء الدولار. وأكدت مصادر بنكية تجاوز حصيلة بيع الشهادات 110 مليارات جنيه حتى ظهر اليوم بزيادة 15% عن معدلات البيع التي تمت على مدار 5 أيام. قال مكتب الإحصاءات في الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين إن معدل البطالة في منطقة اليورو لم يتغير في نوفمبر الماضي، وأضاف أن معدل البطالة في الدول العشرين التي تتعامل باليورو بلغ 6.5% من قوة العمل في نوفمبر، وهي نفس النسبة التي سجلها في أكتوبر وتتماشى مع توقعات اقتصاديين. وتراجع عدد العاطلين عن العمل إلى 10,849,000 شخص في نوفمبر من 10,851,000 شخص في أكتوبر، في مؤشر على أن سوق العمل لا تزال جيدة رغم توقعات الاقتصاديين بركود فني من الربع الأخير من 2022. نقلت وكالة رويترز عن مصادر قولها إن مجموعة جولدمان ساكس تبدأ في الاستغناء عن آلاف من موظفي المجموعة اعتبارا من يوم الأربعاء مع مواجهتها أوضاعا اقتصادية صعبة، ولم يتم الكشف عن هوية المصادر لأنه لم يتم بعد إعلان هذه المعلومات. ورفض بنك جولدمان ساكس التعليق، وقال أحد المصادر إنه من المتوقع أن تتجاوز التخفيضات في الوظائف 3,000 بقليل، ولكن العدد النهائي لم يتحدد بعد. وذكرت وكالة بلومبرغ نيوز أمس الأحد أن بنك جولدمان ساكس سيستغني عن نحو 3,200 وظيفة. اقترب الدولار الاثنين من أدنى مستوياته في 7 أشهر مقابل العملات الرئيسية الأخرى، بعدما أظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يبطئ وتيرة قرارات رفع معدلات الفائدة. وسجل الدولار أكبر خسائره الفصلية في 12 عاما في الشهور الثلاثة الأخيرة منذ عام 2022، بدعم من اعتقاد المستثمرين أن الفيدرالي لن يرفع الفائدة لأكثر من 5% مقارنة بمستوياتها الحالية بين 4.25% و4.50% من تراجع التضخم والنمو. وأظهر تقرير الوظائف الشهرية الصادرة الجمعة زيادة في عدد الوظائف غير الزراعية وتباطؤ في نمو الأجور، وهي أنباء إيجابية للبنك المركزي الأمريكي. في ختام الحدث الاقتصادي تذكير بأبرز العناوين: محمد الفكي يرهن استقرار السودان بالتوافق على استعادة أموال السودانيين. إبادة أكثر من 100 طن سلعا فاسدة بولاية الجزيرة. ولي العهد السعودي يعلن انضم الدرعية إلى كبرى مشاريع صندوق الاستثمارات. صلنا معكم إلى ختام الحدث الاقتصادي من قناة السودانية 24، حتى موعد قادمة، دمتم سالمين.